بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر والاستثنائي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 من نوفمبر من 18 إلى 18 من ديسمبر 2022 بكل جدارة واقتدار وبصورة أبرزت للعالم بأسره رسالة الإسلام والسلام وحضارة العرب وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدا سموه رعاه الله بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه، وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم، وأن دولة قطر قامت بتمثيل كافة الدول العربية خير تمثيل حيث أوجدت بعد هذه الاستضافة الناجحة نموذجا رفيع المستوى يصعب مضاهاته مستقبلا، وارتقت بالمقاييس المطلوبة في كيفية تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية، وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.